السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم على introduction للميديكال ترمينولوجيز. احنا في مهنتنا هنتعامل مع ميديكال ترمينولوجيز كتيرة في كل المقررات اللي هندرسها وفي كل الأماكن اللي هنشتغل فيها، فلازم نعرف ازاي نتعامل مع الميديكال ترمينولوجيز دي. معظم الميديكال ترمينولوجيز جاية من Greek words ولاتين words، عشان كده بتبقى صعب شوية غير اللانجوج العادية الانجليش العادية، فمحتاجة ان احنا نتعلمها. ممكن ان احنا نعمل analysis للكلمة اللي قدامنا بحيث ان احنا نعرف نتعامل معها ازاي عشان نعرف هي المقصود بيها ايه بالظبط. معظم الترمينولوجيز بتاعتنا بتبقى فيها combination، يا اما two parts او three او اكتر. انا اعرف اعمل interpretation للبارتس دي، هبدأ ان انا اتعلم الوردز اللي موجودة فيها ايه، عشان انا بعد كده لما تعدي عليا الكلمة دي تاني هبدأ ان انا اعمل لها interpretation، ولو عد عليا جزء من الكلمة هبقى فاهم الجزء على الاقل من الترمينولوجي الموجود. الترمينولوجيز عندنا عادة بيبقى فيها ثلاثة بارتس، اللي هما prefix، وده بيجي قبل الكلمة pre يعني before، prefix و root وده بيبقى main part of word، و suffix وده بيبقى بيجي في آخر الكلمة. نقوله تاني، احنا دلوقتي هنعمله root out. يعني ايه؟ يعني هنمسك الميديكال ترمينولوجي بتاعنا وهنبدأ نقسمه لبارتس. البارتس دي هنعرف ايه هو البريفكس الموجود، هنعرف ايه السافكس الموجود، هنعرف ايه هو الروت بتاع الكلمة. وقلنا الكلمة ممكن يبقى تو بارتس او اكتر، زي مثلا كارديو بالمونري. الاتنين دول، الكارديو ده خاص بالقلب والبالمونري خاص باللنج. كارديو فاسكولار. كارديو يعني خاص بالقلب، وفاسكولار خاص بالبلود فيسلز. حرف الاو اللي اتحط في النص نتيجة ان في حرف ايه، في فاول هنا يعمل كومباينيشن ما بين ايه الكلمتين. احنا عندنا اكتر من ايه، من شكل للروت، زي مثلا ممكن الاقي روت في بداية الكلمة زي انجيو، وممكن الاقي روت في الميدل زي سكال، انكفال الكفال اللي هي الهيد، كفال هي هيد. ممكن الاقي روت في الاند اوف ذا وورد زي مثلا سكليرودرما، درما اللي هو الجلد اللي هو السكين. ممكن الاقي كومباينيشن من روتس زي فوتو ثيرابي يعني تريتمنت، وفوتو خاصة باللايت. تعالوا نبدأ كده مع البريفكس. البريفكس هيبقى عندي كلمة حرف او اكتر من حرف بيبقى موجودين بداية قبل الروت، دولا هيغيروا معنى الكلمة خالص. ممكن يخلي الكلمة تبقى اعلى اقل، ممكن تبقى تخلي الكلمة تتغير معناها، ماشي؟ يبقى العكس. البريفكس دايما بيبقى indicating اللوكيشن، التايمينج، النمبر، الستيتس. ده الماست كامن يعني، بس مش كل الاوقات البريفكس بيبقى قصده كده. لما اجي اشوف المينينج بتاع البريفكس في الميديكال تيرم، مثلا لو انا جبت البريفكس اللي هو انتي،
كلمة أنتي معناها against، يعني إيه؟ يعني ضد. أنتي سليفري، أنتي سليفري، السليفري اللي هو اللعاب، أنتي سليفري معناها إن هو حاجة متخليش اللعاب ينزل. أنتي هستامين، الأنتي هستامينكس دي بعض نوع من أنواع الميديكيشنز استخدمها اللي هي للألرجي، تمنع إن الهستامين يبدأ يتفرز. against هستامين. كلمة أنتي غيرت معنى الكلمة خالص، بدأ مكان هو فيه هيستامين لا بقى أنتي هيستامين. طب تعالى نشوف السافكس. السافكس برضو الليترز موجودة في الاند، ممكن يحصل كومباينيشن ما بين كومباينينج فاول زي الاو، حرف الاو ده الموست كومن فاول بيعمل بيه ربط ما بين السافكس والروت. السافكس الموجودة في الجملة في الميديكال ترمينولوجي معظمها بتقول ايه بروسيجر، ايه الكونديشن، ايه الديس اوردر، ايه الديزيز، بتعبر عن الاجزاء دي. زي مثلا عندي كلمة تونسيلايتس. تونسيلايتس التونسيلز اللي هي اللي وز، لو انا ضفت عليها السافكس ايتس، وايتس معناها انفلاميشن، هتبقى اسمها تونسيلايتس، وده الكونديشن اللي موجود في التونسيلز. ايه هي المشكله او ايه هي البروبلم او هي الحاجه اللي هتحصل في التونسيلز، وات هابينج تو ذا تونسيلز، هيبقى في تونسيلايتس يعني انفلاميشن اوف تونسيلز. طب الكلمه الثانيه اللي عندنا تونسيلكتومي. اكتومي معناها سيرجيكال ريموفال، سيرجيكال ريموفال، لو ضفنا اكتومي على التونسيلز هتبقى ريموفال، سيرجيكال ريموفال اوف تونسيلز. بدات تتغير الكلمه، يعني اللي فوق كان تونسيلايتس ده كونديشن، اللي تحت تونسيلكتومي وده بروسيجر. وقلنا ان الورد روت ده هيبقى always described، mostly هيبقى described part من البادي اللي هو involved. في بعض الحاجات بتبقى part من البادي، ممكن تبقى خاصة نوع التريتمنت نفسه زي الثيرابي، كلمة ثيرابي ممكن تبقى خاصة بالcolors الالوان. تعالوا كده نشوف mostly كده الحاجات اللي ممكن نتعامل معاها. حرف الـ A او N قبل الكلمة معناه absent أو without، زي ايه؟ anuria. anuria ده معناه ان هو without urine أو ما فيش urine output. كلمة ab moving away، ab معناها moving away. add معناها moving toward، زي عندنا abduction و adduction. abduction معناها ان انا ببعد، مثلا لو دراعي ببعده away from the midline، و adduction معناه ان انا بوجهه ناحية midline. كلمة anti قلنا ان هي against زي antibody، ودي اللي هي المضادات الحيوية اللي بتستخدم في الاميونيتي. by الprefix by معناه to، يعني زي by Gemini هناخدوها في البلس، ده في بلس by Gemini بلس بيعدي ايه بيرز، اتنين 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 مع بعض. وعندي prefix this وده معناه difficulty او حاجة فيها بين، this زي this ديزنيا، هنعرف بعد كده ان ابنية ديت معناها breathing، يبقى ديزنيا البي ما بتتنطقش هنا. بعد كده هايبر، كلمة هايبر ودي بتقول معدل حاجة بتاع بتزيد، above beyond عدت النورمال ليفل، زي هايبر ثيرميا. هايبر ثيرميا وكلمة ثيرميا دي هي الحرارة، فهايبر ثيرميا معناها ان هي الحرارة بتزيد. هايبو ده حاجة بتقل، يعني بتنزل below النورمال ليفل، زي هايبو تنشن. هايبو تنشن
هنعدي على هايبر وهايبو دي في حاجات كتيرة جدا. اي حاجة بتزيد عن المعدل الطبيعي، اي حاجة بتقل عن المعدل الطبيعي كميجرينج، كحاجة بتتقاس، بنقوله هايبر وهايبو. هايبوتنشن وهايبرتنشن، هايبوثيرميا وهايبرثيرميا، هايبوناتريميا ده الصوديوم، هايبوناتريميا هايبرناتريميا، هايبوكالسيميا وهايبركالسيميا. هنعدي مع الهايبو والهايبر في حاجات ياما قوي. انترا معناها انتو او وذين، حاجة جوه، جوه حاجة زي انترا ماسكولر. لما بنيجي ندي حقنة في العضل هندي حقنة انترا ماسكولر، انتو ذا ماسل. كلمة مال، مال معناها باد او ابنورمال، زي مال فورميشن، ودي ابنورمال فورميشن. ممكن يبقى في مال فورميشن في اي حاجة في الجسم. في كمان ممكن عندي مال نيوتريشن، ودي ابنورماليتي في النيوتريشن بتاع الجسم. في عندي كلمة ميجا، ميجا معناها لارج او جريت، حاجة بتكبر، حصل اللارجمنت فيها، زي ميجا كولون. ميجا كولون معناها ان هو حصل له تضخم، زي هباتو ميجالي، هباتو ميجالي. عشان اقدر ان انا اوصف الكونديشن بحط ال واي في الاخر عشان يتحول لادجكتيف. كلمة مايكرو معناها سمول. اشهر مثال ليها مايكروب، اللي هو تايني مايكرو اورجانيزمز، مايكروب. عندي كمان اوليج، اوليج، وممكن نضيف الاو تبقى اوليجو، تبقى فيو او ليتل، معناها انها في حاجة قليلة، زي اوليجيوريا. اوليجيوريا احنا خدنا فوق انيوريا، انيوريا معناها ان ما كانش فيه يورين، اوليجيوريا معناها ان اليورين قليل، تو ليتل. عندنا كمان كلمة بيري، بيري معناها around، بيري around، بري امبليكال مثلا، يبقى حوالين الامبليكال. الامبليكس اللي هي السرة بتاعت الجسم، اللي هي center of body، السرة. بري امبليكال يعني around the امبليكس. كلمة post معناها after، زي post operative بعد العملية، post operative after surgery. وكلمة بري معناها بيفور، زي بري اوبرتيف بيفور سيرجي. وهنتعرض كمان للترمينولوجي اللي هو بيري اوبرتيف، وبيري اوبرتيف يعني ما حول السيرجري، وده بيشمل البري اوبرتيف، وبيشمل الانترا اوبرتيف، وبيشمل البوست اوبرتيف، الثلاث مراحل، يبقى اسمه بري بيري اوبرتيف. اخر بريفكس ممكن نشوفه اللي هو السيمي، ده معناه هوف. ممكن مثلا حاجة تبقى سيمي بيرميابل، زي النفاذية بتاعتها، شبه نفاذ، يبقى اسمه سيمي بيرميابل. عندي كمان حاجات تانية في الروتس. الروتس ده مصلي بيبقى بيشاور على المكان او الجزء في اللي انا قاصد هيحصل ايه، هو ده المكان اللي هيحصل فيه الكونديشن. مثلا زي ابدومينو، دي الابدومين، ابدومينو دي الابدومين. اديبو او لايبو، الاثنين بيقصدوا الفات. كلمه اديبو، اديبوز تيشو، ده الخلايا الدهنيه اسمها اديبوز تيشو. لايبو، لايبو برضو تساوي الدهون، لايبو ساكشن يعني ده شفط الدهون. انجيو اللي هي الفيسلز، انجيو الفيسلز دي تشمل اورده وشرايين، انجيو فيسل بلود فيسلز. زي ايه؟ انجيوغرافي اللي هي الاشعه اللي بتتعمل عشان تشوف البلود فيسلز. كلمه بريدي، بريدي معناها حاجه سلو، سلو يعني عد، يعني احنا بنعد الحاجه دي سلو. عكسها تاكي، عكسها تاكي. الاول شوف بريدي، بريدي معناها سلو، زي بريدي كارديا، وده سلو في الهارت ريت، نزل بلو المعدل الطبيعي في العد بتاعه. عندي كمان كلمة كارسينو، كارسينو ده معناها
كانسر، ودي زي كانسر، دي معناها ايه؟ زي كارسينوما مالجنانت جروث. يبقى كارسينو معناها كانسر زي كارسينوما، وده مالجنانت جروث. ممكن يبقى فيه جروس وانا مش عارف هو مالجنانت ولا لا، ماشي، بس ده لو هو كارسينو يبقى هو مالجنانت. كارديو، كارديو دي ريليتد للهارت زي مايوكارديوم، مايوكارديوم ده الهارت ماسل. كولي، كولي دي قصدها البايل زي كولي سيستيك دكت او كولي سيستيتس، ودي العصارة المرارية او انفلاميشن في الجول بلادر. كولي سيستيتس دي انفلاميشن في الجول بلادر. كول، كول بس ما فيهاش الاتش، ها، كول دي قصده بيها الكولون زي كولايتس انفلاميشن اوف كولون. كوست، كوست اي حاجه كوست او كوستو اللي هي الريبس، زي مثلا ايه انتر كوستال ماسلز، انتر كوستال ماسلز دي الماسلز اللي ايه بتوين الريبس. اي حاجه هتبدا بكيوت دي قصده بيها السكين، السكين زي سبكيوتينيس، سبكيوتينيس دي ممكن يكون نوع من انواع الانجكشن سبكيوتينيس، او هي التيشوز اللي تحت طبقه السكين على طول. ساينو، ساينو دي ايه يعني بلو، ساينو يعني بلو، احنا قلنا ان الروت ممكن تيجي لا كلر، ساينو يعني بلو زي سيانوتيك او سيانوزس، ده يعني بلو كلر، وده طبعا ابنورمال كلر لو بلاقيناه في الجسم. سايتو معناها سيلز، سايتو معناها سيلز، في العلم بتاعنا اللي هو اسمه سايتولوجي، سايتولوجي وده ساينس اوف ستاديينج ذا هيومن سيلز. اريثرو، اريثرو ودي معناها ريد زي الاريثروسايتس اللي هي الريد بلاد سيلز اللي هي خلايا الدم الحمراء. عندي جاسترو اللي هي ستومك، جاسترو مقصود بيها دايما ستومك، هبقى ممكن نلاقي فيها جاسترايتس، جاسترايتس دي انفلاميشن في الستومك. عندي هيم، هيم او هيماتو الاثنين قصدهم بلد، الهيماتولوجي هو الستادي اوف بلد. هيباتو، هيباتو meaning liver زي hepatitis، hepatomegaly، hepatitis معناها في inflammation في الليفر، hepatomegaly معناها ان في enlargement في الليفر. إلي ده قصده بيها الإليم، الإليم دي العظم اللي عندنا اللي عند الحوض اسمه إليم، فعندي في ساكرو إلياك جوينت، وده هندرسه ان شاء الله مع بعض. اللي قبليها كانت هايدرو، وهايدرو كان مقصود بيها الووتر او الهيدروجين، الووتر او الهيدروجين. فعندي مثلا دي هايدرو، الدي معناها ان لو، وهايدريشن معناها ايه مفيش ووتر، فبقى عنده لو ووتر ان بودي، ودي بيسميها دي هايدريشن. نرجع تاني، ليوكو، ليوك سمينينج وايت حاجة لونها أبيض زي ليوكوسايتس، ليوكوسايتس دي خلايا الدم البيضة. ليوكيميا ده سرطان الدم اللي هو بيبقى فيه خلايا الدم البيضة بيبقى موجودة بكمية كبيرة بس ما بتشتغلش. لايثو، لايثو سمينينج ستون أو كالكولاي زي مثلا ايه كوليليثيازس، كوليليثيازس. مايو ات مينينج ماسل، احنا قلناها من شويه في الكارديوم، قلنا مايو، مايو دي مايوكارديوم،
مايوكارديوم نفرو نفرو اسمين كيدني عندي نفرايتس انفلاميشن في الكيدني اورو ودي تساوي ماوث اللي هو مثلا لو احنا عندنا الاورال كافيتي اورال او اورو كلمة باثو باث او باثو دي تساوي ديزيز باثو فيسيولوجي ده الفيسيولوجي اوف ديزيز باثوجين ده الديزيز كوزينج اورجانيزم اي اورجانيزم بيسبب ديزيز بنسميه باثوجين نيمو او بالمو نيمو او بالمو دي تساوي اللنج لسه ما خلصناش سايكو تساوي مايند زي السايكاتري السايكاتري ده العلم بتاع علم النفس سايكو تاكي معناها رابط احنا اتكلمنا عن البريدي كانت السلو تاكي معناها رابط تاكي كارديا معناها في رابط في الهارت ريت فازو فازو دي مقصود بيها بلود فيسلز بلود فيسلز زي انجيو فازو زي مثلا لو قلنا فازو سبازم ده في سبازم في البلود فيسلز حصل انقباض في البلود فيسلز العكس لو قلت فازو دايلاتيشن يعني في انبساط في البلود فيسلز تعالوا نشوفوا بقى ايه السافكس السافكس اللي هنلاقيها في نهايه الكلمه قلنا دي بتبقى معظم اللي موجودين السافكس الموجوده بتبقى المينينج بتاعها عباره عن يا اما الكونديشن يا اما البروسيس يا اما البروسيجر يا اما احنا بنعمل ايه واتس هابينج اول حاجه هيبقى عندي الجيا الجيا ات مينز بين زي مثلا نيورالجيا ده نيرف بين عندي اكتومي لو جت في اخر الكلمه اكتومي سيرجيكال ريموفال اتكلمنا من شويه عن تونسيلكتومي دلوقتي عندنا سبلينوكتومي ريموفال اوف سبلين اتكلمنا عن ايتس اتس مين انفلاميشن زي كولايتس تونسلايتس هيباتايتس نفرايتس اي حاجه نهايتها الاي تي اي اس ايتس هتبقى معناها فيها انفلاميشن لايس لايس معناها بريك داون زي فايبرينو لايسس ده الفايبرين اللي عامل البلاد كلوت لو حصل فايبرينولايسيس يبقى البروكينج او بريك داون في البلاد كلوت اللي هي الجلطه بتاعت الدم اللي بتتكون عشان تحميني من ايه من النزيف اوما اوما اتس مين تيومر التيومر هنا ما هوش معروف هل هو بناين او مالجنان ما هوش احنا مش عارفين هو حميد ولا خبيث لو اثبت ان هو خبيث بنسميه كارسينوما لكن هو في تيومر هنسميه اوما زي بلاستوما بلاستوما البلاست دي الخلايا بتاعه الجنين اللي هي الامبريونيك سيلز بلاست فهيبقى عندي في بلاستوما عندي اوزيز اوزيز الاوزيز دي في نهايه الكلمه معناها ان في كونديشن abnormal condition زي fibrosis 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 يعني في خلايا ليفية بتتكون فحصل تليف للمكان لما اجي اقول حصل تليف لمكان في تيشوز معينة هقول حصل لها fibrosis حصل لها تراكم للفايبروتيك تيشوز بليزيا بليزيا it's abnormal growth برضو abnormal growth
هايبربليزيا، هايبر هايبوبليزيا، يا اما هايبر يا اما هايبوبليزيا. دي يا اما حاجه بتزيد في الجروث بتاعها يا اما حاجه بتقل في الجروث بتاعها. بلاستي، بلاستي دي سيرجيكال ريبير، يعني انا بعمل ريبيرنج لجزء فيه مشكله، سميها ايه؟ بلاستي. زي انا عايز اعمل ريبير للبلاد فيسلز، هيبقى انجيو بلاستي. انجيو بلاستي عندي ريبير للهرنيا، لو هو عنده فتق مثلا اسمه هرنيا، هيبقى عندي هرنيو بلاستي، ودي سيرجيكال ريبير. الابلاستيك سيرجريز، الابلاستيك سيرجريز اللي هي عمليات التجميل، عمليات التصليح بتاع الجسم، سميها ابلاستيك سيرجري نسبة لبلاستي. دي عندي كمان بليجيا، بليجيا ذات مين باراليسيس، يعني في شلل في مكان معين، زي لما اقول بارابليجيا، بارابليجيا. والبارابليجيا ده عبارة عن باراليسيس في الجزء اللي تحت من البادي للرجلين الاتنين، وبيشمل معهم كمان الحوض. باراليسيس سوي بليجيا زي بارابليجيا. ابنيا، بانيا قلنا انها معناها بريثنج، بانيا معناها بريثنج. لو حطينا قدامها حرف الايه اللي هو بتاع النفي هتبقى ابنيا، ابنيا مين absence of breathing، مفيش breathing. ريا دي بتيجي في حاجات كتيرة، ممكن يحصل fluid discharge. فلويد ديسشارج ده لو جه في الستول بنسميه ديارية، ديارية فريكوانت سوفت ليكويد ستول. ممكن يجي من الودان، الودان اللي هي الاوتو، اوتوريا. ممكن يجي من النوز اللي هي الرينو، نقوله رينوريا. كلمة سكوب معناها اوبزيرف، حاجة بتخش تعمل اوبزيرف، انا عايز اعمل اوبزيرف هعملها بايه؟ سكوب. زي مثلا اندوسكوب ده المنظار، المنظار نفسه. اندوسكوبي دي البروسيجر، ماشي. الاندوسكوب هو المنظار او الحاجة اللي انا بدخلها عشان اعمل بيها اوبزيرفيشن. ستومي سوي اوبننج، ستومي سوي اوبننج زي كولوستومي، ده عبارة عن سيرجيكال اوبننج بتتعمل عشان اعمل كونكشن للامعاء للسكين، كولوستومي. تريبسي، تريبسي اتس مين كراشنج، يعني ان انا هعمل تكسير للايه؟ لحاجة موجودة، معظمها ممكن تكون ستون زي اللايثوتريبسي. اللايثوتريبسي ده تكسير للستون، ممكن تكون موجودة في اي مكان زي الجول بلادر، زي الكدني، زي اليورينري بلادر. دول معظم السافكس والروتس والبريفكس اللي ممكن نعدي عليها، احنا طبعا ما قلناش كله لان في حاجة كتيرة تانية. عندي كمان حاجة ان انا هعمل فورمينج لبرولر فورم من السنجلر اللي هو اصلا لاتيني، ما هواش بينطبق عليه نفس المواصفات بتاعه الانجليش العادي اللي ممكن نحط له اس او اي اس في الاخر. تعالوا بقى كده نشوف، عندي قواعد همشي عليها. لو الكلمه اللي عندي السنجلر اخرها ايه، اخرها ايه زي برتبرا او برسا، هتبقى في الجمع هتبقى ايه، اي وهتتنطق اي، بيرسي فيرتبري، بيرسي فيرتبري، هزود عليها حرف الاي. طيب لو السنجلر ده اخره اي اكس او اي اكس، اي اكس او اي اكس، هعمل ايه؟ هنشيل الاكس وهنحط اي سي اي اس،
هنشيل ال IX هنحط ICES، يعني appendix هتبقى appendices appendices، index هتبقى indices. ماشي. القاعدة التالتة بتقول ان لو نهايته IS هنغير ال IS ب ES وهننطق نفس النطق، بس هتفرق معانا الكتابة. diagnosis يعني تشخيص، هيبقى diagnosis برضو بس ES بقيت جمع. metastasis، metastasis ده معناه ان في ورم بيتحرك من مكانه بيروح مكان تاني اسمه metastasis، ده of cancer يعني. ال IS الأخرانية هتتحول ل ES وهتتنطق نفس النطق metastasis. طيب لو السنجلر بتاعي بينتهي بال ITIS اللي هو الانفلاميشن، هينتهي بال ITIS، هشيلها وهحط ايه IDES، يعني ال ITES هتتحول ل IDES. لو السنجلر عندي ينتهي ب NX زي فالينكس، فالينكس اللي هي السلاميات الصوابع دي، العقل ديت اللي هي موجودة في صوابع الإيد أو صوابع الرجل اسمها فالينكس، ومينينكس اللي هو الغشاء المبطن للمخ. ثلاث في عندي ثلاث أغشاء مبطنين للمخ، يبقى في فالينكس في مينينكس، الجمع بتاعهم هيبقى ايه، هنشيلهم هنحط جي اي اس، هنشيل ال ان اكس هنحط جي اي اس، هتبقى فالنجيز فالنجيز وهتبقى مانينجيز. بعد كده عندي لو السنجلر ده اخره او ان زي كرايتيريون خاصيه زي جانجليون، وديت عبارة عن تشابكات موجودة في المخ جانجليون، هنشيل ال ON خالص ونحط مكانها ايه، هتبقى الجمع بتاع كريتيريون كريتيريا مواصفات خصائص، الجمع بتاع جانجليون جانجليا. كمان لو نهاية الكلمة بيو ام، يو ام زي ديفيكروم دايفرتيكولم او اوفم، اوفم اللي هي البويضة، دايفرتيكولم اللي هي حاجات التنايات في الامعاء، هتبقى دايفرتيكولا وده هيبقى الجمع، وهتبقى اوفا وده هيبقى الجمع، يبقى الاوفم واحدة الاوفا كتير. لو السنجلر بقى عندي بينتهي بيو اس، احنا اتكلمنا عن اليو ام، دلوقتي هينتهي باليو اس، هيبقى هنشيلها وهنحط اي، الفيلوس اللي هي حويصلات الهوائية تبقى الفيلويد الجمع بتاعها، ماليولوس ماليولوس ديت العظمتين اللي موجودين في نهاية التيبيا والفيبولا، ماليولوس في عندي ميديال ماليولوس ولاترال ماليولوس، الجمع بتاعها ماليولوي ماليولوي. وكده انتهت المحاضرة بتاعتنا، ياريت تكونوا استفدتوا، وعايزين لو حد عنده اي سؤال ممكن يسأله.